Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to do some exercises from workbook from page 31. Please open your workbook at page 31. Inshallah, اليوم يا تالت بدنا نحل مع بعض بعض التمارين من الكتاب الغير ملون من صفحة 31. الكل يفتح كتابه على صفحة 31 يا حبايبي. في خلينا نروح مع بعض الاكسرسايز A موجود عندك. Find the words معناها أوجد الكلمات، تمام؟ إنه إحنا بدنا نوجد الكلمات من هذا المكان يا حبايبي يا تالت. طبعا في كلمات صراحة كلمتين أنا ما لقيتهم، اللي هم البيدروم واللي هي الثانية البيسمنت، يعني دورت عليهم كتير مش عارفة إذا أنتوا لقيتوهم أو لا. إذا نمبر 1 في عنا صورة البيدروم، حاولت كتير دورت عليها ما طلعت معاي، إن شاء الله إنكم أنتوا تكونوا طلعتوها. بنشوف هذا الإشي بحصة الزوم إن شاء الله. نمبر 2 في عنا اللي هي الجراج، صورة الجراج هيها من هون لهون بنوصلها مع بعض، حاول إنك تستخدم الكالرز. بعدين عنا نمبر 3 اللي هو القبو والبيسمنت، كمان مش عارفة ما لقيتها أبدا يا تالت، بحصة الزوم بشوف إذا أنتوا لاقيينها أو لا. نمبر 4 في عنا اللي هو الكيتشن، الكيتشن يا مس اللي هو هي من هون لهون، عنا الكيتشن من هون لهون. بعدين عنا نمبر 5 في عنا الليفينج روم، الليفينج روم اللي هي يا حبايبي من هون لهون. بعدين في عنا ذا لاست وان الباث روم اللي هو الحمام، اللي هو يا مس من هون لهون. لا من وينها الباث روم، هيها من هون لهون. هدول هم الأربع كلمات اللي أنا لقيتهم، إن شاء الله إنكم أنتوا تكونوا لقيتوا البيسمنت وتكونوا لقيتوا البيدروم. طبعا امتحان إكسرسايز زي هذا يعني مش مهم ولا رح يدخل بالامتحان، ولكن هذا هيك يعني مشان نتسلى شوي مع بعض. هلأ خلينا ننتقل على إكسرسايز جي، وهذا هو الإكسرسايز الأهم اللي هو بيحكي لنا look and write. look معناها انظر، and write معناها اكتب. على حسب الصورة الأولى طبعا في عندكم فيها غلط بدكم تثبتوه، اللي هو يا حبايبي بيحكي لنا the bowl of fruits is on the table in the، ضبط لي بدال living room dining room. غلط، مش living room، هاي dining room. شوي هو الكتاب في شوية أغلاط بس مش مشكلة، إحنا بنعدلها مع بعض. إذا the bowl of fruit إنه يمس الصحن اللي فيه الفاكهة، هاي شايفينه. is on إنه موجود على الطاولة في غرفة الطعام، غرفة العشاء اللي هي dining room. number 2 picture number 2 بنحكي لنا، أنا حتى أطلق جملة كونت لك إياها. the cat is in the basket، القطة الموجودة في السلة. in the living room، هاي هي غرفة living room. طبعا انت ممكن تعمل اشي تاني، يعني انت حر، ممكن تحكي عن الكنباية انها قبال التلفزيون، او انه مثلا تحكي عن الكنباية انها جنب السلة، تمام؟ انت يعني حر، ولكن انها تكون جملة صحيحة. نمبر 3 هو يعني محدد لنا او مؤشر لنا على صورة التلاجة، يعني احنا بدنا صورة التلاجة. بنقول the fridge is next to ويندو، أنا حطيت إنها هي جنب الشباك. in the kitchen في المطبخ. أنت بإمكانك تكون جملة صحيحة، أهم إشي إنها تكون صحيحة يا حبايبي يا تالت. وضبط لي كمان، حكيت لك مش هاي مش living room، هاي هي عبارة عن dining room اللي هي غرفة العشاء أو غرفة الطعام، تمام؟ هيك مثل نكون حلينا صفحة 31 من الكتاب الغير ملون. have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله. goodbye يا تالت.